العاصمة الأخيرة التي شيدها الفاطميون في مصر. جاء قائد جوهر الصقلبي وأسس عاصمة جديدة هي القاهرة التي أطلقت اسمها على مجموع العواصم عرفت بها العاصمة المصرية. هذه المدينة ذات أبواب وذات أسوار، كان في السور الشمالي في بابين، باب الفتوح وباب النصر، السور الجنوبي في باب زويلة، وكان بابين في الأول، وفي السور الغربي كان هناك باب سعادة وباب الخرق، وفي السور الشرقي كان هناك باب البرقية. النظام اللي كان يتبعه الفاطميون في شمال أفريقيا إنه عملوا مدن محصنة. ليه؟ على أساس إنهم كانوا حتى المهدي نفسه بيقول اليوم آمنت على الفاطميات. إنه آمن على الفاطميات لأنهم قاعدين في كل مكان، خصوصاً إن القاهرة في زمن الفاطميين كانت مدينة حصن، بمعنى لا يسكنها إلا الإمام، فيها القصر الفاطمي، فيها دار الوزارة، فيها الدواوين المشهورة بتاعت الفاطميين. القاهرة استمرت على هذا الشكل حوالي 100 عام، ولكن نتيجة لأن هذه الأسوار كانت من الطوب اللبن فحصل لها ما استمرتش في تقاوم. بعدين حصلت أزمة عنيفة في مصر في زمن المستنصر، هي المشهورة في التاريخ باسم الشدة العظمى، وحصل صراع بين طوائف العسكر الموجودين، وبدأ عصر جديد في تاريخ الدولة الفاطمية بنسميه في التاريخ عصر نفوذ الوزراء. شيء مهم جدا تنبأ إليه بدر الجمالي هو أن لابد من تحصين هذه المدينة مرة أخرى وأن يزيد مساحتها، وهذا ما قام به بالفعل بين سنتي 480 و485، فاستعان بمهندسين أرمن ثلاثة كما تذكر المصادر، هم الذين وضعوا تصميم الأبواب والأسوار التي ما زالت باقية إلى الآن. الأبواب الغربية والأبواب الشرقية ما كانتش مبنية بالأسلوب اللي عليه الأبواب الثلاثة، باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة، ببدنات وبمقدمات وعناصر دفاعية زي ما احنا شايفينها. فاللي موجود منهم الآن هي الأبواب دي وباب التوفيق الذي كشف عنه سنة 1957 وما زالت أثاره باقية ولكن مدفونة تحت الأرض.